البس 100 كيلو ب 30 جنيه 25 جنيه 65 جنيه بس ده 65 يا خاص ب 60 جنيه ونص ب 12 جنيه ونص كده ب 65 جنيه ب 30 جنيه يا جماعه معانا 45 جنيه قلوش من تحت كل ده ب 65 جنيه معانا 15 جنيه القميص ب 25 جنيه يا جماعه بتاع المدارس ب 65 جنيه الدرس ب 12 جنيه بكل الوان لحد ابتدائي ب 25 جنيه قطن عامل معانا 15 جنيه ده ب 25 جنيه وعايز اقول لكم الشغل شعبي ده ب 15 جنيه 25 جنيه قميص يا جماعه الطقم ده يا جماعه البرا بالاندر ب 30 جنيه ب 25 جنيه الشروال ده للحريمي ب 45 جنيه ب 25 جنيه شروال رجال يا جروانزه دي هتبقى ب 60 جنيه الحمايه دي موجود منها ثلاث انواع عشان طويل برموده طويل عامل كام 15 جنيه 7 ونص ب 40 جنيه مقاسات خاصة 7 جنيه ونص يا جماعة بصوا العباية دي هتبقى ب 45 جنيه ظهر وطباع وعامل كام ده؟ 15 جنيه هيبقى ب 45 جنيه بالشورت بتاعه ألوانه كتير جدا 15 جنيه 45 جنيه ب 45 جنيه بصوا توكيل ام بي يا جماعة ب 7 جنيه معانا 60 جنيه 3 اكس ب 7 جنيه معانا 50 جنيه 15 جنيه ب 45 جنيه 15 جنيه ده هيبقى عامل معانا 50 جنيه ده ب 15 جنيه يا جماعه ده هيبقى ب 25 جنيه يلبس بيت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد احنا النهارده عند رامي سنتر دمر الاسعار وبعلنا النهارده من اول 7 جنيه ونص النهارده عاملين عروض حلوه جدا عن البيتي وعاملين عروض حلوه جدا كمان على شغل المدارس يا جماعه بدا ينزل وعاملين اي عرض مني درس من هنا 65 تابعوا الفيديو للنهايه ما تبخلوش علينا بلايك وشير بحبكم الله ويلا بينا نشوف عروضنا النهارده ازيك يا استاذ حسام النهارده الاسعار زي ما اتعودنا بلاش كل مره النهارده في شويه حاجات حلوه باذن الله باذن الله بص انا الحريمي احنا فيديو الحريمي المره اللي فاتت كان معلش باظ مش باظ بقى يا جماعه احنا صورناه وما نزلناهوش معلش معلش احنا اسفين بخير والله لكن انا عندي الحريمي موجود زي ما هو هناخد نبذه عنه كده حاجه سريعه هنعمل انا وانت فيديو حريمي محترم قوي باذن الله بس مره ثانيه كده حاجه كده هنديكم بس عينه كده ده كان عامل كام 65 جنيه ب 65 جنيه الدريسات الميني دريس يا جماعه بصوا الميني القمر ده ب 65 جنيه الدريس ده 65 جنيه يا بلاش النهارده فيديو بيتي بس بنديكم نبذه عن الشغل الموجود من الكاجوال على ما نعمل لكم فيديو محترم ليه حاجه زي كده ب 65 جنيه هنعمل بلوزه ودريس بالمره تمام يعني كل ده انا اعمل الدريس بس بلوزه ودريس تمام ب 65 هنزل الدرس ب 75 جنيه ببلاش تمام بصوا الجمال ده ب 65 جنيه الدرس هيبقى 75 يا جماعه بصوا ست الكل بصوا الجمال ده طب والله العظيم تحفه وقلوش من تحت كل ده ب 65 جنيه تمام كده بس عشان ايه ما تعبتش عينه بس من الشغل الموجود بصوا ست الكل بصوا الجمال اقسم بالله الخامات دي كلها تحف يا جماعه ب 65 جنيه ب 65 جنيه 65 مركزه لكم انا 65 جنيه 65 بألوانه يا جماعه يعني الموديلات في منها الوان وموديلات بتبقى لون واحد بس الاغلب فيه منه الوان 65 جنيه بألوانه كلها كل ده ب 65 بكل الوان عندي بقى ادرس لغايه لما نعمل مع بعض تمام عايز اقول لكم المكان بصوا جوه بس سايبينه مفاجاه يعني ملغم جوه موديلات انا عندي قميص هنعمل لكم فيديو كل من 24 ل 44 المقاس بتاعه من 24 ل 44 تمام وعندي المقلم كمان مقلم مقاساته لغايه 38 و 44 وسعره فرجي بس كده بص الماس انا هفرق على عشان ناخد سكرينات على السعر الالوان بتاعته البامبا والابيض وال 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 واللبني وال والبيج البيج الوان مدارس كلها طب السعر يا استاذ حسين 25 جنيه 25 جنيه القميص ب 25 جنيه يا جماعه بتاع المدارس بكل الوان والابيض اللي بتعزوه على طول موجود ده تحفه ست الكل كل ده ب 25 المعلمات اللي هي من المعلمات من اول حضانه لغايه ابتدائي لحد ابتدائي ب 25 جنيه 25 جنيه تمام والبامبا ده كل ده ب 25 كل ده ب 25 جنيه لغايه 44 ده مقاس حاضر معلش ده اصغر مقاس بصوا يا جماعه اصغر مقاس ده اصغر مقاس ده ب 25 جنيه وعايز اقول لكم الشغل شعبي ده في شداد مقوم من جوه وشغل عالي قوي كل ده مصنع المتميز بصوا ب 25 جنيه المتميز مصنع المتميز ست الكل شريط الساتان كده ملفوف عليه حته لو فتحتها لك والله حته رهيبه بصوا تقفلها لك تشوفيها برضك بص ست الكل المقاس بتاعها بصوا ما شاء الله طول طولها كويس جدا برضو مقاسها كبير يا جماعه مقاسها حكايه ده بشداد كمان معانا من حضانات لحد الثانوي صح ايوه من حضانات لثانوي يا جماعه بكل الوانها برضو انا عايز اوريهولك بس الحته بص المقاس بتاعه ده هيبقى ب 25 جنيه قميص يا جماعه جنيه. مدارس ده كده ثانوي تمام اول مرحله يمشي بناتي قوي وولادي تمام بصوا بقى القطعه دي معلش يا ست الكل بصوا كده معانا الشروال ده الشروال شبابي بجيبين يا ست الكل بجيوب الشروال بجيوب الوانه كلها ادي لون
تمام. ادي اثنين ده رجالي على فكره. عايزك تفتح لنا واحد ناخد عليه السعر بس عامل كام؟ ست الكل 25 جنيه. ب 25 جنيه الشروال ده ب 25. بص بص حلو قوي قوي قوي. ده بالوانه كلها الخامه اللي هي العش نمل يا جماعه الرمادي الوانه كلها ب 25 جنيه. بص الوانه ست الكل بصوا ب 25 جنيه الشروال رجالي يا جماعه. ببلاش. تمام. نخش بقى على ابو بلاش بقى. ابو بلاش بجد. شيل يا جمال بعد اذنك. وراك الاول. بص انا كده اقول سعر. اما استاذ حسام يقول ببلاش يبقى اعرفه ان سعره هيبقى ببلاش. بعد اذنك يا ست الكل. بص انا عارفه سعره بس مش هقول. لا 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 انا رخصت على اللي انت عارفاه. والله؟ اول يعني ده مش ب 10؟ لا. امال بكام؟ بسبعة ونص. بسبعة ونص. طب والله تحفه. بص يا جماعه بسبعة جنيه ونص. بتاع زمان عارفه المنتجات بتاع زمان اهو بسبعة جنيه ونص. بسبعة جنيه ونص يا جماعه. بسبعة جنيه ونص. التيشيرت ده بسبعة جنيه ونص في كل اشكال. الوانه واشكاله تمام. بصوا لا وكميات مش هنقول خلص. بصوا لنا الحته اللي جايه دي. بص يا ست الكل بص الحته اللي جايه دي ترنج يا جماعه ظهر وطباعه وعامل كام ده؟ 15 جنيه ب 15 جنيه بصوا الجمال كميات يا جماعه ب 15 جنيه اهو ب 15 جنيه في المقاس الصغير بتاعه بس خلصان ب 11 جنيه الصغير بتاعه يا جماعه ب 11 جنيه ايوه حلو قوي يلبس لغايه بص يا ست الكل لغايه سنتين مثلا يلبس سنتين وعامل معانا 15 جنيه بكل الوان يا جماعه وكميات الوانه كلها يا ست الكل الوانه كتير جدا 15 جنيه تمام يعني ثمن ازازه حاجه ساقعه كده زي ما بنقول بالظبط حاجه ببلاش عندي البوكسر الحريمي البوكسر الحريمي ده جميل قوي ده دسته ولا قطع؟ لا بالدسته بالدسته مش سته يعني؟ لا بالدسته بالدسته ده مستورد عامل كام؟ عامل 7 جنيه ب 7 جنيه بصوا توكيل امي بيه يا جماعه ب 7 جنيه مستورد مش مصري الجمال ده لا مقاسات واشكال اكس 2 3 يعني ده لحد 3 اكس مستورد ب 7 جنيه ده موديل كده طب والله تحفه تحفه ده موديل وده موديل تاني اهو يا ست الكل بصوا يا جماعه توكيل ام بي المستورد 3 اكس ب 7 جنيه يا بلاش وده موديل تالت والله تحفه وده موديل رابع اربع خمس موديلات حلو قوي قوي العرايس تلحق العرايس تلحق اه والله العظيم بجد عروض حلوه قوي بص يا ست الكل معانا التيشيرت ده برده التيشيرت ده جميل وببلاش برده عامل كام ده؟ ايه رايك؟ لا تحفه 15 جنيه ب 15 جنيه بصوا التيشيرت ده ب 15 ب 15 جنيه بصوا التيشيرت ده ب 15 جنيه يا جماعه قطان عامل معانا 15 جنيه يا بلاش يا بلاش يا بلاش انا اكتر مكان بقول فيه يا بلاش هنا بصراحه بصوا اللانجري تشكيله تشكيله بصوا تشكيله قد ايه؟ ممكن نشوف بس 10 15 موديل ده ب 15؟ لا لا ب 15 جنيه 15 جنيه بصوا باشكاله يا جماعه كلها موديلات بالاول 20 موديلات ب 15 جنيه بصوا اهو ده ب 15 جنيه اشكال منه كتير جدا وموديلات كتير ده بيبقى قطاع ده ب 15 جنيه تمام ده في منه دانتيلا ده جميل قوي في دانتيلا برده بالوانه ب 15 جنيه حلو قوي وكمان تحفه تمام تسلم بصوا حاجه حاجه في تلبيسه كده بصوا اهو يا جماعه بصوا ده ب 15 جنيه يا جماعه لانجري ب 15 تمام بصوا عامله زي الكريشه كده يا جماعه حلو قوي جميله قوي 15 جنيه تمام بالسعر يعني بص ست كل اللي عندي الطقم ده بس معلش انا اسف الطقم ده بالسته بالسته اه معلش اوريه لك برضك اطلعه ده طقم كامل طقم كامل يا ست الكل ولا دي براو بس لا لا براو اندر تمام براو اندر حلو قوي ادي البراو عشان تبان معانا بس وادي الاندر اهو وادي الاندر بتاعه حلو قوي عامل كام ده؟ ده عامل 30 جنيه 30 جنيه بس اقل حاجه ايه؟ 6؟ اقل حاجه 6 تمام الطقم ده يا جماعه البرو بالاندر ب 30 جنيه اقل حاجه 6 قطع اقل منه اقل حاجه 6 قطع مشكلين أيوة. الوان عادي تمام تمام ست كل البيجامه دي خلي بالك جمال بصوا كده البيجامه دي افرض يا جمال لون تاني معانا بصوا كده امسكنا البنطلون معايا كده يا جمال عامله كام؟ مع الجاكيت عادي 45 جنيه 45 ايوه تمام بصوا البيجامه لا ده حجمها كبير حريمي لا خليه عادي بعيد يا جمال يبين بصوا اهي عامله معانا 45 جنيه حلو قوي تحفه لا المره دي المقاس كبير جدا ده لا لا دي مقاس حلو قوي صح التلبيس محترم قوي 40 جنيه قلنا دي ب 40 تمام بصوا في كل الازدال ده الازدال ده مقاس ها ازدال ازدال بالوانه كلها لا ازدال حريمي مش محيرات ولا نازل ب 60 جنيه ازدال ده 45 جنيه يا ست الازدال الحريمي ب 45 جنيه ما شاء الله ده تلبيس كبير والخامه اللي هي الشعيرات دي وب 45 جنيه 45 جنيه حلو قوي بصوا الوان وكميات متاحه بصوا الوان قد ايه بصوا كتير ما شاء الله العبايه دي ده الدريس ترند دي ترند فعلا اه ترند قوي دي دي اللي هي الروانزا ام استك انا هفتح لك حته ست بصوا الجمال ده دي روانزا استك عامله كام
لاني بصوا ما شاء الله تلبيس 90 كيلو مرتاح. كله 100 كيلو والله. والله حلو قوي قوي. لا والخامه حلوه حلوه جدا. 60 جنيه. بصوا يا جماعه الروانزا دي هتبقى ب 60 جنيه. محدش باع ب 60 جنيه في العتبه كلها. والله العظيم 60 جنيه تحفه. مستحيل كمان. تسلم ايدك. حلو قوي قوي قوي. لا ومن فوق تحفه يا جمال. شكلها حلو قوي. كاش ده يا ست الكل. الجديد المقلم ده. بصوا ده. ده ب 12 ونص. ب 12 ونص. ايه الجمال ده؟ لا النهارده معانا شويه تحف. ده ب 12 ونص يبقى لونه كلها. كاش ده خمسه حلوه قوي. خامته ومقاسه على فكره يعني. بصي حضرتك تلبسه قد ايه؟ حلو جدا جدا. لا وجديد معانا المقلم ده جديد معانا. قد ايه تلبسه؟ بصي خامته والخامه حلوه قوي قوي. ده قلنا ب 12 جنيه ونص. ب 12 جنيه ونص. ب 12 ونص. الكاش ده ب 12 ونص. تمام. بصي كده البرموده دي برموده زي كده. برموده حريمي. حريمي بمقاساتها كلها وبالوانها كلها. بصوا حلو قوي قوي. واعتبر بنتكور كمان والله. بنتكور طويل برمودا طويل. عامل كام؟ 15 جنيه. 15 جنيه. تمام. حلو قوي ب 15 جنيه. لبس معانا برده 3 اكس مرتاح. 3 اكس 4 اكس. وانا هوريكي حاجه حلوه قوي. تلبيس عالي قوي برده. هنشوف معانا دلوقتي. الشراويل عندك ما شاء الله اللهم بارك عليك. لاني انا واخده منه الاسمر نفس الخامه والمقاس ده تحفه. والدتي حلو قوي. تلبيس يعني تلبيس الرجلين. بص قد ايه؟ بصوا ما شاء الله. عامل كام ده؟ عامل 25 جنيه. ده ب 25 جنيه. بص مقاساته. طب والله حلو قوي. الخامه طريه. ده ب 25. موديلاته جميله جدا. موديلاته كلها يعتبر ابيض في اسود بس نقاشات مختلفه. بس يعني نقاشاته حتى كده واحنا كلها ابيض في اسود بس نقاشات مختلفه. بصوا يا ست كل التلبيس. بصوا ده هيبقى ب 25 جنيه. لبس بيج سايز. حلو قوي قوي قوي. تمام. تمام. الناس تلحق بقى عشان الناس بتيجي بعد الفيديو بشهر تسال على الحاجه. لا الحقوا بعد الفيديو على طول لان الاسعار هنا ما تتفوتش فما اللي يلحق على طول. تمام. ده ليجن ستريتش سبورت ده ب 30 جنيه. عندي منه ثلاث موديلات. ثلاث موديلات على 30 برضو. ايوه. والموديل ده تمام. والموديل ده سبورت جيم قوي ده ب 30 جنيه. تمام. في الموديل الثالث. الموديل الثالث اهو. ده برضه جميل قوي. بصوا كده معانا. حلو قوي ده برضه. ده برضه هيبقى عامل معانا 30 جنيه. ده سبورت جيمات يا جماعه ب 30 جنيه. مش والله تحفه. ده تقول رزيه. حلو قوي قوي. وبرده قود من تحت وشكله حلو قوي. تمام. عندي الجلابيه دي طبعا ما بتتقطعش انت عارفه. اه لانها نص كم. حلو قوي. كان في منها بكم ودلوقتي بنص. عامله كام؟ ب 40 جنيه. مقاسات خاصه. تمام. تسلم ايدك. ب 40 جنيه. وبالوانها برده الارضيه بيضه ثابته والورده لونها بيتغير. عندي الجلابيه دي برده ما بتتقطعش من عندي. في حاجات كده بتبقى تكرار على طول. لا ولا يهمك. كام دي؟ الكاش ده ب 50 جنيه. 50 جنيه. بصوا يا جماعه القمر ده هيبقى عامل معانا 50 جنيه. تمام. تسلم ايديك ب 50. الجلابيه دي بقى بالوانها كلها. بصوا الوان ونقاشات. انا عايز اوريها لك يعني في تايجر وفي منقط وفي ورد وفي حاجات كتير. انا هفتح لك التايجر يعني التايجر جميل قوي. بصوا كده معانا. لونه جميل قوي. عامله كام؟ 45 جنيه. بصوا كده الجمال ده. بصوا العبايه دي هتبقى ب 45 جنيه. تحفه تلبيس بيك سايز ب 45 جنيه. تمام. لا وفيها لكره كمان يعني. طبعا جيل التكرار على طول. دي عايز اقول لكم بسم الله تحفه. الكاش ده ب 55 جنيه. ده ب 55. تمام. الكاش ده مقاساته كبيره ما شاء الله. بصوا كده ده ب 55 جنيه. المره دي خد منه خمس مرات. لا والخامه حلوه. لا الخامه تقول الرصيه. والتلبيس بصوا من فوق. بص ما شاء الله حلوه جدا. بص الخامه. تلبس 3 اكس برضه يا جماعه. الخامه مش واقفه. لانها بتاخد بصمه الجسم. مش واقفه اهو. ده 55 جنيه. 55. تمام. عندي كده البيجامه دي هتعجبك قوي. البيجامه دي العرايس ممكن يجي ياخدوا منها. بصوا كده معانا جديده برده. والبنطلون بتاعها عامله كام دي؟ عامله 45 جنيه. 45. معلش ينفع الجاكيت كده؟ خروج لغير المحجبات دي. لا مش خروج برده. بيت غير محجبات ايه؟ لا بيت طبعا. بصوا فعلنا مع البنطلون كده. بصوا دي هتبقى بخمسة وكام؟ 50 جنيه. ب 45 جنيه. 45 جنيه. تمام. بتغلوا. لا لا مش مقدر. انا احب افصل لهم كمان. عندي الكاش ابو شورت ده. كاش بشورت. عايز اقول لكم ده تحفه تحفه. وخامته حلوه جدا جدا للعرايس. لا ما انا عارفه الخامه مسكتها قبل كده. حلوه جدا جدا. ده كاش بشورت. اتفضل كده ارفع معانا. ده الكاش بالشورت عامل كام؟ لا افرد معانا. 45 جنيه. بصوا كده الكاش بالشورت بتاعه يا جماعه 45 جنيه اهو. ده هيبقى ب 45 جنيه بالشورت بتاعه. تمام. الحته دي برضه جميله قوي. تمام. 45 برضه عرايس يا ست الكل. 40 40. ليه انا النهارده بزود لكم خمسه ليه؟ دي عرايسي مش عارفه كده جمال. افرد البنطلون كده يا جماعه. بص طب والله تحفه شكلها حلو قوي قوي. عامله كام دي؟ 45 جنيه. ب 45 جنيه.
قلت مظبوط اهو ب 45 جنيه عرايس حلوه جدا. الوان برضو متاحه من كل ده. ايوه الكاش النص ده اللي ما بيتقطعش ده الكاش ده مش قطعنا اساسا عندي لانه خامته حلوه وسعره ببلاش. هو مصنعنا احنا. تمام تلبيس وخامته حلوه قوي قوي وياخد بصمه الجسم. بصوا الخامه اقسم بالله تحفه. عامل كام ده؟ عامل 30 جنيه. ب 30 جنيه زي ما هو يا جماعه. اه كان ب 35 بقى ب 30 والوان متاحه. العرايس تلحق بقى يا جماعه. ده ب 30 جنيه ده ببلاش. الوانه كلها متاحه برده. تمام ده برده بس برده ما بقطعوش. وسعره كام؟ 50 جنيه. ب 50 جنيه حاجه عرايس زي كده برده يا جماعه هتبقى عامله معانا 50 جنيه. حلو قوي والخامه تحفه. تسلم ايدك. 50. عايز اوريكي النص والنص برده. احنا شفنا التايجر الكامله. تايجر النص ودي النص ونص. ونص ونص حلو قوي قوي. وتلبسها مرتاح حلو. ورخص السعر. عامله كام دلوقتي؟ ب 60 جنيه. ب 60 جنيه. طب والله حلو قوي. دي يا جماعه تبقى عامله معانا 60 جنيه تحفه دي. عندي البرمودا ده كمان بالوانه كلها متاحه. البرمودا كل الوانه. ده ب 12 جنيه بكل الوانه. تمام. بس سته معلش. بس هو بيطلع ستات معلش. ستات ما ينفعش ثلاثات كمان؟ معلش انا اسف. ستات. هو بيبقى الكيس عندي بيخش مثلا عندك. عندي الكيس ده كله في الماركه. بصوا كده كاش ده قوي. بص انا لما سبت خامته بيور بس. حلو جدا جدا. العرايس يا جماعه يلحقوا الكاشات دي ببلاش ب 35 جنيه. ب 35 جنيه ما ناخد السكرين. عندي برا الاطفال ده اللي هي المحيرات. محيرات المحيرات عامله كام دي؟ ده سوفت محيرات عامله 15 جنيه. بصوا كده سوفت محيرات عامل معانا 15 جنيه. بصوا كل درجات الوانه زي ما انتم شايفين. بصوا اسعاره كده. ده بقى بالوانه كلها يا ست. الوان ده بالقطع عادي. لا معلش انا اسف ده بالدهس ده بقى او ده ما ينفعش خالص بالقطع. 12 بس بصي الوانه 12 ولا 6. طيب انا عايز اوريك جماله. عايز اوريك حلاوته. ده ب 15 جنيه. ب 15 جنيه. طب والله تحفه ببلاش بس 12. طب خليه 6. مقاسات اللي هي الكتاكيت الصغننه يعني عشان لو حد ياخد لبنته تبقى 6. ليكوا 2 جيران ياخدوا 12 يعني هتيجي تاخد هي وجيرانها. الكل بقى انا عامل سعر ده يا جماعه. بصوا ده عامل سعر ده. عامل سعر في البيجامه دي. امسكي كده برمودا ب 40 جنيه. برمودا يا ست كل ب 30 جنيه. ب 30 جنيه. بصوا في رجلنا يا جماعه. جيب 30 جنيه يا جماعه بكل اشكالها. طب والله ببلاش. حلو قوي ب 30 جنيه. وعندي كام حته من العبايه دي يا ست الكل عامل فيهم سعر. اللون واحد. معلش هم لون واحد وعامل فيهم سعر. اللي هو اللافندر يا جماعه. اللي هو اللافندر. ده الاستواي المنتش. 60 جنيه. ب 60 جنيه. بصوا العبايه السواي دي ب 60 جنيه. يا بلاش والله مقاس خاص ب 60. 60 جنيه عبايه خروج. تمام تسلم ايدك. من لا ما انا عارفه ان احنا مصورين قبل كده. بصوا ما انتوا ماشيين ما شاء الله. عايز اقول لكم البنطلون ده حاجه محترمه. عندي كمياته كتير. اقسم بالله تحفه. انا عندي هنا وعندي 100 دسته في المخزن. لان ده اللي بقول لكم عليه اخدت منه حلو قوي قوي قوي. لا وتحت استك بكود كمان وتلبس يلبس 100 كيلو. 30 جنيه ده ب 30 جنيه يا جماعه. تلبس 100 كيلو ب 30 جنيه. ان شاء الله بقى انتظروا الكاجوال الاسبوع الجاي باذن الله. تعبتك معايا. الاسبوع اللي احنا فيه يا رب يوم السبت. يوم السبت ان شاء الله. انفجار كاجوال بقى. احنا الفيديو متصور الثلاثه يا جماعه بينزل لكم يا في نفس اليوم يا ثاني يوم بالكثير. عشان بس ما حدش يقول الفيديو بيتاخر. لا ده البرادة بالقطعه. ده البرادة ب 20 جنيه. ده ب 20 جنيه بالقطعه. ب 20 جنيه بالقطعه. معلش يا جماعه تبقى تعمله. بصوا كده حلو قوي. ده سبورت يا جماعه. ده هيبقى معانا عامل 20 جنيه. ده سوفت يا جماعه سبورت. 80 كيلو ب 20 جنيه. 80 كيلو يلبس 80. 80 كيلو بكل الوانه. ده بالقطع عادي وموجود منه كميات كتير. العبايات دي موجود منها ثلاث انواع عشان ما حدش يختلط عليها. ثلاث انواع وكله موجود وكل نوع بسعره. تعبتك يا استاذ حسين. ربنا يخليك يا ست الكل. 55 متشكرين. واي حد يجي على دماغنا الله يخليك يا استاذ حسين. دي ب 55 ودي ب 60 ودي 65 جنيه عشان بس ايه؟ تلبيس وخامه. تمام. احنا النهارده كنا عند رامي سنتر. العنوان بالتفصيل هينزل لكم متصور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق وارقام للتواصل طول عرض الفيديو. ما تبخلش علينا بلايك وشير. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان وازاي نوصل. انا هجيب لكم من عند الجراج ومحطه المترو. ده المسرح القومي. المسرح القومي ده جنب الجراج على طول. بصوا ده الجراج ده. اول ما بنخرج على طول محطه المترو بنخرج من الشارع اللي بين المسرح القومي وبين الجراج. هنخرج على طول في وشنا هنا هنلاقي كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده. انا بديكم علامات مميزه للمكان. وعلى اول قدامنا كمان كده اللي هناك ده اسمه رصيف حلاوه. احنا المفروض هنمشي على طول لحد الوش هناك كده. العماره اللي في الوش دي همشي معاكم برده واديكم علامات مميزه للمكان. هنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده. انا جايبه لكم المره دي التصوير بتاع رامي سنتر من اول المسرح القومي ومن اول جراش العتبه كمان عشان اللي مش عارف يوصل. انا صورت لكم قبل كده من اول شارع الجيش وفي ناس ما عرفتش توصل. فالمره دي صورتها لكم بقى من عند الجراش ومن عند محطه المترو كمان. هنعدي ونمشي كمان. ده رصيف حلاوه هيقابل
كملنا في السكه كده برضو، هنفضل مكملين. انا بديكم علامات مميزه للمكان وازاي توصلوا. هنكمل على طول، احنا ماشيين من جنب كوبري الازهر، لو انتوا شايفين كوبري الازهر اهو، احنا هنفضل ماشيين من جنبه على طول زي ما انتوا شايفين. يعني لو خرجتوا من محطه المترو وبصيتوا على طول يمين هتشوفوا كوبري الازهر ده، هتطلعوا عنده وتفضلوا ماشيين من جنبه زي ما انتوا شايفين كده. هنعدي كمان ده كده، ده شارع الجوهري وده بريموس. بصوا ده بريموس بعد رصيف حلاوه على طول، هنكمل بعد بريموس برضو ونفضل ماشيين. والشارع اللي قدامنا ده كمان شارع الجيش، يعني ده بريموس عند شارع الجوهري وده شارع الجيش، واحنا المفروض هنروح عند بتاع العجل اللي عملت لكم عليه زوم دلوقتي. هنعدي الطريق كده ونفضل مكملين. انا ماشيه لكم بس من الجنب ده على طول عشان اوريكم علامات مميزه قدامي على طول. هنفضل مكملين وماشيين، هيقابلنا كمان منفذ بيع القوات المسلحه على شمالنا. هنفضل مكملين وماشيين على طول جنب كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده. بصوا كل شويه اوريكم كوبري الازهر، احنا مكملين وماشيين لحد محل العجل اللي انتم شايفينه ده. هندخل في الشارع اللي جنبه على طول، ده اسهل طريق ممكن توصلوا ليه. بصوا على اوله سوبر ماركت اسمه الرضا برضو. هنفضل مكملين الشارع ده، اصلا غالبا بيبقى كله عجل، بيبيع عجل للاطفال عجل كبار زي ما انتم شايفين كده، مشايات ببيهات. فهنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده لحد ما هيقابلنا المحل ده اسمه ماهر، احنا هندخل من جنبه على طول. بصوا هندخل من الممر اللي جنب محل ماهر ده على طول كده. يعني يمكن صورت لكم بدري عشان اعرف اديكوا علامات مميزه للمكان واعرف اصور كويس، يعني لو كان استنيت شويه ما كنتش عرفت طبعا اصور خالص. هنطلع معاكم السلم زي ما انتم شايفين كده، السلالم دي، ونكمل. بصوا هنلاقي برضو مصنع قمر للبليسيه، ابو قمر للبليسيه. هنكمل ونمشي، انا بديكوا اي علامات مميزه في المكان تدلكم ان انتوا لسه ماشيين صح لحد دلوقتي. هنكمل احنا كده خلاص، دخلنا مع بعض قربنا على سنتر رامي. بصوا هنلاقي شركة التبارك دي برضو، شركة التبارك دي على اول الشارع، هنخش من جنبها على طول من جنب شركة التبارك. هنلاقي هنا برضو دي اليافطة مكتوب عليها شركة التبارك برضو، هنخش من العمارة دي وهنطلع للدور التاني علوي مكتب رامي سنتر. احنا كده كنا خلاص وصلنا معاكم كوم الشيخ سلامة، من اول ما بدأنا نطلع السلالم اللي فاتت دي كنا وصلنا كوم الشيخ سلامة. اول ما هنطلع الدور التاني على طول زي ما انتم شايفين كده هنلاقي مكتب رامي سنتر اللي عملنا منه الجولة النهاردة. انا النهاردة بقى وصلتكم محطة المترو لحد المكتب فوق. يا رب تكون الجولة عجبتكم وعرفت اقولكم على الطريق صح. ما تنسونيش في اللايك واشوفكم على خير في جولة جديدة ان شاء الله.